السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب فك حبسه يا رب يا رب. ده شكله راجل غلبان وطيب وابن حلال. يا رب انا حاسه ان انا هضيع من غيره وهو اللي هينقذني. يا رب انا ادري ان عليا لو افرجوا عنه بكره في النيابه لا افرق عيش ولحم على الغلابه. يا رب ساعدني يا رب. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اول مره يعني اشوفك بتصلي. مش عاجبك يعني ان انا بصلي؟ بالعكس، بس طالبه منك كده دعوتين حلوين عشان الناس الغلابه اللي زينا. مالك؟ انت بتتريقي عليا عشان بصلي؟ بالعكس، انا مش قصدي، انا مبسوطه جدا. القرب من ربنا بيحمينا من حاجات كتير قوي يا ليل. ولا على ايه؟ ما انت عندك حق تتريقي، وانت عمرك يعني شفتيني بصلي؟ ولا انا شفت امي بتصلي ولا ابويا بيزعق لي حتى عشان اصلي؟ لا بذمتك بقى هتلاقي زي دي فين؟ ثلاث مطارح مستريحين، مطرح شمال ومطرح يمين ومطرح ان بتوين، ومطرح ما تقعد تلاقي الشمس والهواء واليود، واخد بالك من الصلاه؟ شايف الانتريه والحاجات دي؟ يعني ما شاء الله. تعالى اتفضل اتفضل. وادي السفره يا عمنا تعزم فيها 20 راجل بنسوانهم وعيالهم، واخد بالك من الحيطان؟ النظام القديم بتاع زمان، عد عليها ثلاث زلازل ب20 تابع ما اتشرقتش. اضرب ايدك في الحيطه كده. لا وبعدين بص، تسليم مفتاح، يعني انت هتدخل لا هتمحر ولا هتميض ولا حاجه. عايز تدي وش نظافه ماشي، اتفضل اتفضل على السرور. اتفضل 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 يا اخويا، حصلت لنا البركه. ايه رايك بقى؟ كل اللي انت بتقوله ده على عيني وراسي وحلو قوي. لكن ايه موقف الراجل صاحب البيت؟ الله الله الله، وماله صاحب البيت؟ ازاي بقى؟ هو مش المفروض هيغير العقد؟ يا ابن الناس، ما انا هعمل لك تنازل رسمي عن عقد الايجار بتاعي. لا، المساله دي سالوا فيها محامي. بيقول لك محامي، محامي ده ايه بقى؟ انت هتعقد الدنيا ولا ايه؟ هو صاحب البيت لو عندك ايه غير ان الايجار يوصل له كل اول شهر؟ الله ينور عليك يا حاج نجم، هو صاحب البيت ليه ان الايجار يوصل له كل اول شهر وخلاص. ولعلمك بقى هو مش ساكن هنا. ولا ساكن، خليه يفتح بقه كده. لا بقول لك ايه يا عم عبد الحفيظ، انا ما بحبش المشاكل. ومين بيحبها؟ ما هو الموضوع كده شكله ما يطمنش، انا حاسس انه هيبقى فيه مشاكل. خلاص براحتك براحتك على الاخر، بس انت هتلاقي شقه زي دي فين؟ ما هو انت كمان طالب مبلغ كبير. 50,000 كتير؟ كتير في شقه ايجار. طب عهد مين ده؟ عهد الله. وعهد الله وعهد الله وعهد الله، انا لسه مخلص واختار زبون ب 75 باب. مش هقول لك بقى على البحر ولا في ميامي ولا في حته من ايه، لا دي في قلب السيوف، يعني شعبي شعبي، وبشرط كمان نفس النظام تنازل. يعني ايه؟ يعني من غير علم صاحب الملك. يبقى خلاص تكتب لي ايصال بالمبلغ وتعمل لي تنازل في الشهر العقاري. انا هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس بشرط تكيشني. حاكم في مثل جديد بيقول كيشني تفرفشني وتاخد حباب عينيا. ماشي يا عم عبد الحفيظ، هكيشك ونعنشك. يبقى نتقابلوا بعد صلاة العشاء ونخلصوا العبارة. وعلى بال ما نتقابلوا هتكون العقود جاهزة والشهود كمان. على خيرة الله، اتفقنا يا عم عبد الحفيظ. يلا. السلام عليك يا حاجة. على السلامة يا اخويا، نورت. حمو، بقول لك ايه يا حمو؟ الفلوس كاش مش حباقي مليم. عرفنا يا عم. ونتقابلوا على القهوة، بلاش المكتب. خلاص هتلاقيني مستنيك هناك على الساعة 8:30 ولا 5. ماشي يا دقي. برعاية الله. مع السلامة. ها ايه رايك بقى؟ اديني عملت كل اللي انت عايزاه. ان شاء الله يخليك ليا، مش فاضل بقى غير انك تطلع اللي ما تتسمى دي خطفت الرجاله. هيحصل بجد يا عبدو؟ بس هاخد منها الواد الاول وانت اللي هتربيه. وماله، في عينيا يا اخوي. طب انا قصدك انا دلوقتي يا نجم، عشان عندي كام مصلحه كده عايز اقضيها بسرعه قبل ما نلم حنا ونسيبه البلد. ماشي يا اخوي. نجمه، أنا مش عايز مخلوق يعرف إن إحنا ماشيين، عايز أعملها مفاجأة. ها؟ لا عيب، ما تخافش. ولا بنتك نفسها، اتفقنا؟ اتفقنا. عبده مش ناسي حاجة؟ صح، نسيت الجاكيت. ولا أقول لك خليه، الجو حلو، مش كده؟